بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أتواصل معكم بانطلاقة تلو الأخرى بهذا الصباح، صباح الخير والمحبة مع انطلاقات أشواط اللقاية بالفترة الصباحية بهذا صباح، صباح الخير والمحبة من هذا المهرجان والحفل الكبير الذي دائما يرحب بجميع الأخوة المشاركين بهذا الشوط. انطلاقة الشوط 19 واللقاية بكار والخمسة كيلومترات هي الرحلة لهذا الشوط ولهذه الشعارات اللامعة والمتميزة التي تشارك بانطلاقة هذا الشوط وبتحدي الأخوة المشاركين. السيرة معكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان، والمسيرة تسير والعطاء مستمر، ومع أول مراكز هنالك السعدية عبد العزيز بن خالد العطية على صدارة الشوط، مع أول المنطلقين المركز الثاني النقلة مباشرة مع الذيبة عبد الله بن سعود المهنة النعيمي مع ثاني المراكز. المركز الثالث هناك الشاهنية سيب بن محمد بن خليفة بن ضاحي العميمي مع ثالث المراكز. المركز الرابع هناك اللحوق محمد بن راشد بن قطفة على رابع المراكز. المركز الخامس هناك التواصل مع حصادة محمد بن راشد بن سلامة الهاجري مع خامس المراكز وخامس المنطلقين بهذا الشوط. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، النداء الأول للخمسة المراكز الأولى أتممته على مسامعكم بالوفاء والتمام. عود مع الصدارة والقوة والإثارة والتحدي مع صدارة الشوط. هناك السعدية ما زالت قائدة لزمام الأمور، ما زالت متربعة على صدارة الشوط، وتعود ملكيته لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على أول المراكز. المركز الثاني والنقلة مباشرة مع الذيبة عبد الذيبة أو من تصل بثاني المراكز بهذه اللحظات. الشاهنية لسيب بن محمد بن خليفة العميمي مع ثاني المراكز. النقلة مباشرة مع ثالث المراكز الذيبة عبد الله بن سعود المهنة النعيمي مع ثالث المراكز. المركز الرابع والتواصل بهذه اللحظات مع اللحوق محمد بن راشد بن قطفة على رابع المراكز. المركز الخامس هناك من يصل بهذه اللحظات الشاهنية سعيد بن حمد بن دليلة العامري مع خامس المراكز وخامس المنطلقين بهذا الشوط. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، الانطلاقة الثانية التواصل معكم والنداء الثاني، وأعود مع الصدارة والقوة والتحدي والإثارة بين الأخوة الملاك والمضمرين بأرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية للسباقات الإجل. أعود مع الصدارة، هناك السعدية ما زالت قائدة لزمام الأمور عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على صدارة الشوط. منذ انطلاقة الخمسة كيلومترات فهي غائدة لزمام الأمور وغائدة للجموع هذه المشاركة بهذا الشوط. النقلة مباشرة مع ثاني المراكز، هناك الشاهنية سيب بن محمد بن خليفة العميمي مع ثاني المراكز. المركز الثالث هناك الذيبة عبد الله بن سعود المهنة النعيمي مع ثالث المراكز. المركز الرابع الشاهنية سعيد بن حمد بن دليلة العامري مع رابع المراكز. المركز الخامس هناك شقرة راشد بن حمد بن الزفنة العفاري مع انطلاقة المركز الخامس. إذن الخمس المراكز الأولى أتممتها على مسامعكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أعود مع الصدارة والتغيرات بهذه اللحظات، من غير واحتل المركز الأول بهذه اللحظات؟ الذيبة عبد الله بن سعود المهني النعيمي يقير
الكبير ويحتل الصدارة بهذه اللحظات. المركز الثاني تصل بهذه اللحظات الشهنية سيف بن محمد بن خليفة العميمي مع ثاني، المراكز مع ثاني، التحديات هناك مع ثاني، المراكز المركز الثالث السعدية ما زالت متواجدة بموقع المنافسة والتحدي والإثارة، عبد العزيز بن خالد العطية. ورابع المراكز هناك الشهنية سعيد بن حمد بن دليلة العامري مع انطلاقة المركز الرابع. المركز الخامس من يصل بهذه اللحظات؟ أول نداء مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تهاني لسلمان بن صالح بن حمد العتيبي مع خامس المراكز. أعود مع الصدارة واللحظات الأخيرة الذي تفصلنا عن خط النهاية والذيبة ما زالت متألقة مع صدارة الشوط عبد الله بن سعود المهنة النعيمي، ولكن تهاني قبل لحظات ادعتها بالمركز الخامس والآن تصل إلى المركز الثاني مباشرة مع شعار صالح سلمان بن صالح بن حمد العتيبي يقير ويحتل الصدارة بهذه اللحظات. هناك أهالي المملكة ينتظرون السلامات، وأهالي العاصمة أيضا عاصمة الرياض تنتظر، ولكن الذيبة تنتقل إلى الصدارة، ولكن تهاني أيضا ما زالت وما طاعت تسلم سلمان بن صالح بن حمد العتيبي وأيضا عبد الله بن سعود المهنة النعيمي، وثالث المراكز بالزفنة غادم مع المركز الثالث. هناك نايد بن سلم بالزفنة العامري مع انطلاقة المركز الثاني، وأيضا التواصل بهذه اللحظات الطيارة راشد بن سعيد بن منانة السويدي. الله افسح المجال يا مشاركي الطيارة طارت الطيارة بناموس هذا الشوط، ولكن تهاني ما طاعت تسلم تهاني سلمان بن صالح بن حمد العتيبي وراشد بن سعيد بن منانة السويدي. اللحظات الأخيرة تهاني والطيارة طيارة والتهاني، ولكن تهانينا وألف مبروك لسلمان بن صالح بن حمد العتيبي على فوز تهاني بناموس هذا الشوط المركز الثاني. وصلت الطيارة راشد بن سعيد بن منانة السويدي، وثالث المراكز الذيبة عبد الله بن سعود المهنة النعيمي، ورابع المراكز بن شاهين لراشد بن ناصر بن راشد بن الجبر النعيمي، وخامس الضبيل حمد بن ضعيف بن غدير الاكتبي. إذن مشاهدينا متابعينا في كل مكان، تهانينا وألف مبروك لسلمان بن صالح بن حمد العتيبي على فوز تهاني بناموس هذا الشوط، والتوقيت الزمني 7:47 وتسعة أجزاء من الثانية. وأيضا شكرا لمن رشح تهاني زميلي وأخي نايف بن سعود